دور جهاز المناعه في جسم الانسان يعني. دور جهاز المناعه في جسم الانسان ان هو الدور بتاعه ان هو زي ما قلنا بيقضي على اي جسم غريب دخل فيروسات بكتيريا ايوه اجسام غريبه زي مثلا ممكن الحاجات اللي بنستنشقها ممكن تراب الحاجات دي كتير او بتلاقي في الجسم في الرئه مثلا تلاقي في تلاقي رئه سمراء من وجود هنا الاتربه الاتربه ولا التدخين التدخين والاتربه وكل الحاجات دي كلها وبعض المصانع فهنا حاجات بتتخزن جوه الخلايا دي عشان بتمنعها انها تمشي في الدم. حاجه تانية ان هو الجهاز اللي هنا برضو فيه حاجه مهمه جدا ان الخلايا الليمفاويه بتمشي في جزئين بتمشي في الدم في الاورده وفي الشرايين وبتمشي في الايه في الجهاز الليمفاوي والجهاز الليمفاوي في الاخر يعني عندنا هنا الشرايين بتدي هنا ايه بتدي الدم الاكسجين وبتدي هنا الغذاء وبعدين الفضلات بتروح فين بتروح في الاورده عشان تروح للقلب هنا اللي موجود برضو في الجهاز الليمفاوي عباره عن فضلات فبتروح برضو هنا على الاورده يعني نهايتها في الاورده هو الجهاز الليمفاوي غير جهاز المناعه ولا جزء من جهاز المناعه جزء من جهاز المناعه جزء من جهاز المناعه هو بيشيل الخلايا ويشيل الفضلات اللي في الجسم لسه ولعتك بقى وظيفه الجهاز الليمفاوي ايه بقى هو قول جهاز ليمفاوي ولا قول اوعيه ليمفاويه ولا غدد ليمفاويه ولا نقول جهاز ليمفاوي لانه بيشتمل على اوعيه ليمفاويه وعلى هنا ايه وعلى غدد ليمفاويه وظيفتها ان هي وظيفه الجهاز الليمفاوي كله ايه بقى وظيفته كله ان هو قلنا جزء من الخلايا في الخلايا الليمفاويه وبين الفضلات اللي موجوده في داخل الانسجه بقى وبين الخلايا بتنقلها عشان توديها هنا للقلب بحيث يطلعها بقى تروح عن طريق الكلى او عن طريق أي اماكن تانية او عن طريق الجلد بحيث تطردها بره خارج الجسم هي الانسجه فيها فضلات امال ايه طبعا ليه بقى احنا لما قلنا قبل كده لما الحاجات بتتكسر الخلايا والميكروبات والفيروسات بتتكسر مش بقى بقايا اجزاء ميته طيب هنا في عندنا حاجات زياده دي بتروح بتبقى في الدم بتروح للقلب بتروح ما بتأذيش القلب ساعتها لا ما هي القلب عباره عن مجرى او مضخه عشان يوديها لحد الكلى بحيث ينزل هنا كبول او ينزل هنا في جسمك عرق او ينزل هنا في جسمك في النفس نفسه يعني اكيد عمليه الاخراج والتبول والتعرق دي مش بتخرج واحد بكتيريا لا واحد تعبان بتحس ان يقول انك انت نفسه بتغير مش حلو طيب ما دي بقايا بتلاقي هنا ربنا عايزك البول بتلاقيه ما اتغير بتلاقي امال ايه العرق بتلاقي العرق بتاعه بيتغير لما اتغير بتشوف اللبس بتاعه مختلف ريحته مختلفه دي ربنا دي نتيجه بيتخلص الجسم من الفضلات النفايات بتاعته بقى طبعا اللي بيزودها اكتر طبعا انك تخلص من الحاجات دي كلها الرياضه طبعا بالتاكيد يعني بتدي سرعه الرياضه بتسرع الدم في الجسم بدل ما 5 لتر في الدقيقه يبقى مثلا 15 لتر في الدقيقة فبتسرع سرعة انك الجسم يطرد الحاجات دي كلها تمام.